بزنس الحيوانات المفترسة في مصر، كنا عملنا قبل كده معاكم حققنا هذه القضية، لكن كمان هي منتشرة من خلال بعض الأفراد زي ما هتشوفوا. انا بربي الحيوانات من 50 سنة، واخدينها وراثة ابا عن جدا. عندي حوالي 40 من اول العربة لحد الاسد. ده الديب المصري اسمه ولف بلاك جاكا. التعبين في مصر 36 نوع، في منهم 8 سمين و28 غير سمين. عملت ان انا اربي حيوانات مفترسه في قريه ابرواش. حيوانات مفترسه عامل لها صناديق متقننه ومعموله حديد، طباطين وشبكه فوق الحديد، وكل قفل من باب الحيوانات عليه، كل باب من باب الحيوانات عليه 4 قفال. تاني حاجه، حيوان المفترس عندي ما بيطلعش ما الا للزينه بس. الاكل بتاعه من فوق السقف، لو بصيت حياتك ورايا كده في معمول زي سلم اهو، وفي باب من فوق. لما اجي احط الاسد اكل مفيش منه حاجة اسمها هروب، مدى الحياة. الأسد ده لما يجي ياكل بنذبح له الوجبة وقتي. وجبة الأسد بتبدأ من 5 كيلو لحد 10. أنا بفضل 5، عشان لو كل 10 كيلو خلاص معدته هيعمل نوع من الإيه، الهدوء وينام. من عادات الأسد لما ياكل ينام، ما يحبش يتعب. ولو نام بعد ما كل بطنه تعفن. من عادات الأسد إن له احترامه، إحنا بنحترمه لأن حيوان برضه مش صغير. اسمه كفاية. هو الأسود أو أكل اللحوم عامة أو المفترسات لها قوانين ولها صف. مش معنى إن واحد يربى أسد هو خلاص هيربى أسد، اسما يربى، لا خالص، بيتعب تعب ومشقة. بتراح الديب عمره يعني من 15 ل 20 سنة، ما يعيش مدة أكتر من كده. ده بالنسبة للديب المصري. موسم التزاوج بتاعه في شهر برامات اللي هو شهر 4، وبفضل الله الأنثى عندنا والدة 7، ودي أول مرة تحصل يعني في مصر عامة. وبياكل لحوم، وفي حاجة يعني بنغذيه برضه على الخضروات والعيش. ليه؟ عشان الحيوان يستأنس شوية. لو حيوان مفترس زي الأسود، زي الضباع، زي الديابة، بيحب الإنسان اللي هو بينظف له أو بيتعامل معاه أو بيوكله. انواع الجرود كذا نوع، شيء انه نوع مكاك يعتبر مفيش منه، وتميزاته انه بيعيش في حتت فيها ميه وبتاع وزرع وكده. عدو ان لحد يمتد بتاعته، عدو حد يغيظه. التعابين في مصر 36 نوع، في منهم 8 سمين و28 غير سام. في الكوبرا المصريه، النجهاجي، والتعبان البخاخ، وفي الطريشه، والحياة القرع، والحياة الكذبة، والحياة الغريبة الحمراء، والحياة الغريبة السمراء. التعبان السم لما بيجي بمسكه بعصايا، بدوس على دماغه بعصايا وبمسكه. اللي غير سم بمسكه عادي بإيدي، ما فيش ضرر. ده اسمه نيسا بشوك. اسمه بيهجم على حد، أول ما حد بيضايقه بيجي عليه، حد عايز يمسكه. ولو أي حياة وحشة عنده في أكله في بتاع ما بياكلوش. أكتر حاجة ممكن تضايقه أول ما يعرفش يعورك أو أي حاجة، ممكن يتغاظ. الحاج صلاح علمني كل حاجة عن الحيوانات، ومن أولهم الضب. علمنا إن هو من أقوى المفترسات في العالم، اللي هو شديد الشراسة طبعا، اللي هو من أكلات اللحوم الشديدة، بيتميز بأنه أقوى فك في العالم، بيتواجد في أكتر أماكن موجودة في مصر، في جنوب مصر.